دائما أخبارنا من الأكثر قلق ولغاية الأكثر حظا، واليوم كمان معنا مولود الثور، أول مواليدنا المتوتر يلي يمكن البعض منكم مواليد الثور يمكن في عندهم شيء صحي اليوم هيك أو المزاج معكر شوي، في اليوم هيك إرهاقات شوي، يعني في هيك شوية توتر شوية قلق تجاه أمور عم تتأخر، وكأنه هيك في حسم لبعض الأمور ولكن ما عم بيكون متاح لإلك أو اتخاذ بعض القرارات. هلأ اليوم ما تنفعل تجاه كلمة أو تجاه موقف، بالعكس حافظ قد ما بتقدر اليوم على اتزانك وهدوءك حتى لو كان في استفزازات، يوم غير صالح لاتخاذ القرارات الحقيقة. ننتقل لتاني مواليدنا مولود الأسد صباحه. قلق اليوم مولود الأسد، يمكن هيك عنده شوية ضيق، يمكن عنده خيارات محتار بأمرها، عم بيحس حاله اليوم مولود الأسد يمكن عم بيضطر يساير، وهذا الشيء عم بيصعب عليه. ما بعرف ليش مولود الأسد اليوم هيك عنده بعض يمكن المتاعب أو علاقات مهتزة شوي، العلاقة بأمور شخصية أو ربما عائلية. هلأ اليوم ما كتير عم بيستهوي اللي عم بيصير مولود الأسد، يعني يمكن عم بيشعر إنه في شغلات عم يعمل غصبا عنه، يمكن خاضع لاختبار ما، يمكن في شروط معينة، يمكن في مسؤوليات تقيلة متضايق منها مولود الأسد. فحاول تكون رايق اليوم، حاول يعني تتحكم بمزاجك، يعني لأنه بكرة الأمور أكيد رح تختلف بالنسبة لك. لهيك اليوم كتير الصبر والواقعية بالتصرفات وخاصة مع أفراد العائلة. يعني اليوم البعض من مواليد الأسد من المهم أنه يناقشوا العائلة بأمور حابين يعملوها، يعني ما تتفرد بقراراتك. ننتقل لثالث مواليدنا وصباح الخير لمولود الدلو، كيفك؟ كمان مولود الدلو اليوم من المواليد يلي عندهم توتر، يعني ويمكن يظهر هذا الشيء بكلام بسلوك بردة فعل بانفعال. يعني اليوم في إزعاجات طارئة أو الأحرى في قلق على أمور حاضرة أو ربما مستقبلية. هلأ يمكن يكون في أخبار، يمكن يكون في تسويف ببعض الأمور، يمكن في شيء على صعيد أمورك العملية ما عم بيزبط بالطريقة اللي أنت بدك إياها. هلأ اليوم ما تبالغ بالأحكام وما تفرض آرائك، بالعكس إذا حاسس أنه في تشويش اليوم شوي، سواء بعلاقاتك العملية، سواء بأمور حدا عم يغلطك، حدا عم ينتقدك، حدا عم يقلك يمكن أخطأت بموقع أو بمكان ما، فحاول أنه تترك الوقت يصلح، ما تأزم مولود الدلو، أو اسعى أنت لتلاقي حلول مرضية لكل الأطراف. القوس يا صباح الورد، مش رايق مش رايق القوس اليوم صراحة. اليوم القوس هيك فاتر يمكن، أو هيك شوي منخفض المعنويات، أو هيك في عنده أمور زعجته أو مزعلته من الداخل، أو عنده هيك نوع من الثقة يعني المهتزة شوي، سواء بالأمور اللي عم بتصير حواليه أو سواء ببعض الأشخاص. يعني اليوم المزاج كتير متعب وأنت بحاجة لحصانة، بحاجة لتغيير جو الحقيقة مولود القوس. هلأ القوس زعلان، سفروشي سفرة، عملوا له هيك شيء مشروع حلو، بتلاقوا انه بيرجع بيستعيد تفاؤله. بس اليوم شوي هيك عم يعني في شوي مبالغات، يمكن هيك عندك حالة من العودة للماضي، او عندك هيك تحليل لبعض المواقف من الناس يلي حواليك، معرض انك تحكم على بعض الامور بطريقة كتير خاطئة. هلأ اهم شيء عتابات من دون، أهم شيء بدايات جديدة من دون، ردود فعل من دون، وبدنا نتقبل التأخير يلي صاير اليوم أو ركود الأشياء حولنا. ننتقل
إلا مولود الجوزاء، يا صباح الورد. اليوم قلق جدا على بعض الأمور العملية. هلا البعض مولود الجوزاء عندهم ضغوط على صعيد أمور العمل، يعني كترة أعمال، كترة واجبات، كترة مشاغل. هو ضايج مولود الجوزاء اليوم، يعني هيك جواته عم يغلي، أو عنده ملل، ما له حابب يتحمل مسؤوليات. ولكن ما في عندك بديل مولود الجوزاء، لازم تصر على أنك تكمل ما بدأته لحتى ما تخسر ما بذلته من جهود. هلأ اليوم إذا كان فيه هيك شوي علاقات بينك وبين الآخرين بعملك، يمكن هيك فيها شوية قلق، حاول أنه تحافظ على علاقتك بالآخرين جيدة. اليوم ما كتير مزاجه رايق الجوزاء الحقيقة، ويمكن البعض من الجوزائيين عندهم وضع صحي زعجهم. إلا مولود الميزان. مولود الميزان اليوم تفاصيل مالية شاغلة باله الحقيقة، أو شاغلة اهتماماته. هلأ لو كان في أنه عند بعض مولود الميزان ممكن يكون فيه هيك انفراجة معينة أو تحسن، أو بس عامة في مصاريف، في مصاريف عند كل مواليد الميزان، يعني أو ربما البعض عم بيناقش ببعض الالتزامات، ببعض الديون، بسلفة، بدين، براتب مثلا. بس الكل اليوم عندهم دفع مبلغ من المال، حضروا حالكم، لسبب من الأسباب، يعني ربما لمتطلبات عائلية أو أمور أخرى. هلأ مهمتك اليوم مولود الميزان تحافظ على نفقاتك بحدود المعقولة. ننتقل لمولود الحمل. زبطت أموره مولود الحمل، بالعكس اليوم في دعم وفي مساعدات وفي هيك اهتمام متبادل مع الآخرين. يمكن تسمع اليوم بنصيحة جيدة، يمكن تسمع بعض الأخبار، يمكن تقدم دعم لأحد الأشخاص بمحيطك، أو بالمقابل أنت تتلقى هذا الأمر. اليوم جريء مولود الحمل، متعاطف مع الآخرين، عم يقدر ياخد قرارات جيدة، عم يحكم على الأمور بطريقة صح، مدفوع بطاقة، عم تناقش بعض الأمور، يمكن أمور شخصية، يمكن أمور مع أحد صداقاتك، يعني صديق أو شخص مقرب منك اليوم بيكون له جزء من وقتك. بس عموما أمورك بالعموم جيدة، وخاصة الأمور المالية، يعني اليوم حتى مواليد الحمل عندهم كتير ترتيبات مالية جديدة. ننتقل لمواليد الجدي لليوم مشغولين ببعض اللقاءات الاجتماعية، يعني اليوم الجدي ممكن كتير يكون في عنده صداقات عم يسترجعها، علاقات عم بيستعيدها، يمكن أشخاص صار لك مدة ما شفتهم اليوم ممكن تلتقي فيهم، يعني اليوم في إما زيارة أو مقابلة أو لقاء، وعم تشعر بتعاطف من الآخرين وعم تشعر بدعم الكبير لألك. اليوم مشغول الجدي بجلسات ممتعة. العذراء كمان عنده يوم حلو للتواصل، للحركة، للتنقلات، للاتصالات المكثفة، كأنه اليوم هيك عم بيكتر تواصله مع الآخرين. منلاقيه دايما عم بيحكي تليفون، عم يحكي على الموبايل، عم يبعث مسجات، عم بيتواصل عبر الانترنت. اليوم في عنده سرعة خاطر مولود العذراء، عنده جواب حاضر لأي أمر بيعترضه، فعال اليوم، ميال لأنه يحل السلام بالأجواء، وخاصة أجواء العائلية، عم بيحاول أنه هيك يدارك بعض الأمور. حتى اليوم الأمور العائلية أخذ من وقتك وتفكيرك، سواء أمور عقارية، سواء أمور بتخص قرارات عائلية رح تتخذها بالفترة القادمة، أو تغييرات يعني بتخص وضعك الشخصي والعائلي، أو شيء له علاقة بالمقربين. بكل الأحوال يومك حلو مولود العذراء. وصلنا للمواليد الأكثر حظاً معنا لليوم. نبدأ مع مولود السرطان، أول مواليد المائيين اللي عنده يوم إيجابي، عم بيربح نقاشات وعم بيحاول يتحكم لحد كبير بمجرى الأمور. اليوم جيد لأخبار يمكن جديدة، يمكن هيك أمور عملية بتمشي على ما يرام، في نوع من التحسينات.
اليوم مولود السرطان، عندك مزاج هادئ فعال، انت ساعي لترتيبات جديدة، عندك محاولات لتغيير الواقع للأفضل، بس يمكن قلقك مرتبط بشؤون عاطفية. ننتقل لتاني المواليد الأكثر حظاً، مولود الحوت. نهار ناجح بالنسبة لك، في شعور بالرضا لحد كبير وفي نجاح اليوم. هلأ نجاحك يمكن يكون في أشخاص عم يدعموك، يمكن أنت عندك قوة إرادة اليوم، عم بتشوف الأمور بوضوح، أو ربما عم تضاعف طموحك تجاه دراسة معينة، تجاه تعلم جديد، تجاه سفر يمكن حاطه ببالك. يعني في تحسن عموما بأوضاعك، وخاصة أنه مواليد الحوت يمكن مقبلين على بدايات جديدة العلاقة بارتباطات مهنية على الأغلب. نروح لمولود العقرب. صباح أكيد يوم جيد لمولود العقرب، للجاذبية عم تتمتع فيها، ويمكن اليوم هيك بتلاقي حالك بموقع أفضل. اليوم كأنه العقرب عم يتعدى تفكيره الوقت الحالي أو الحاضر، عم يفكر ببكرة، عم يفكر بالمستقبل، عم يفكر بخطوات حابب يعملها، عنده ثقة بنفسه بإمكانياته، عنده رؤية مستقبلية، يمكن عم بتيح لإله هيك إنه يتخذ بعض القرارات حتى لو كانت ضمنية، أو يغير بعض الخيارات. اليوم هيك عم بيعيد توازن أموره وقراراته. يسعد لي أوقاتكم جميعا. الأخبار اليوم انتهت، وأكيد تواصلنا مع أصدقائنا عبر صفحتنا على الفيسبوك كمان رح ينتهي هلأ. تحية كبيرة لكل المتابعين ولكل الأشخاص الجدد اللي عم ينضموا لنا يوميا ليسمعوا آخر أخبار الفلك والأبراج. بدي أتشكر بشكل خاص وشكر كبير لأستاذ هادي مخلوف يلي كان مرافقنا على اللايف.